بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان عمل مسلسل تلقائي للخلايا الظاهرة فقط في الإكسل. تعال نعرض المشكلة كده ببساطة وبطريقة سريعة. رقم واحد، أنا عاوز أعمل مسلسل هنا 1 2 3 4 5 كده، مهما كانت البيانات اللي عندي طولها قد إيه. فطبعا في أكتر من طريقة. أول طريقة معايا 1 انتر، 2 انتر، 3 انتر، وبعدين امسك مقبض السحب كده واضغط دبل كليك، فهيتم عمل المسلسل ده. ولكن المسلسل ده المشكله عندي ان انا لما اعمل هايد لبعض الصفوف يعني كده، واضغط على اخفاء هايد، فهيتم اخفاء الصفوف دي، ولكن المسلسل اللي عندي هيبقى 1 6 7 ماشي. او لو عملت فلتره على بيانات معينه، هنا عملت فلتر كده فاستبعد بيانات معينه، برضه هتحصل نفس المشكله ماشي. تعال نعمل اظهار تاني، بحدد اعلى الصف واسفله واقول اظهار. طيب دي الطريقه الاولى وما نفعتش معانا في عمل، نفعت في عمل ان احنا نعمل مسلسل تلقائي، ولكن ما مش مستجيبه لموضوع اخفاء الخلايا او فلترتها. تمام. طيب هحذف الكلام ده كله، حددته وحذفته. هنستخدم داله اسمها داله رو، والداله دي رائعه في الاتيان دي ار او دبليو اللي هي دي ماشي، بتجيب لنا رقم الصف. طب الصف اللي احنا واقفين فيه الاول ده رقم كام؟ اللي هو الخلية A4. ها الصف الحالي اللي انا واقف فيه دلوقتي صف رقم 4، انا عارفه هو ده الرابع، 1 2 3 4 مكتوب اصلا. فبقول له هات لي الصف الحالي ده واطرح منه 3 عشان يكتب لي رقم 1، واضغط انتر فاكتب لي هنا رقم 1. يعني القيمة المفروض اللي هنا كام؟ تعال نحذف سالب 3 ده عشان المعلومة تكون واضحة كده. الرو دي اما اضغط انتر فهيقول لي انت دلوقتي واقف في الصف الرابع، الصف ده هو الصف الرابع في الشيت الحالي. فبقول له الاربعه دي اطرح منها 3 علشان تكتب لي رقم 1 في المسلسل ده، يبقى سالب 3. خلاص سهله كده. ونعمل من مقبض السحب ايضا، نمسك كده المعادله بتاعتنا ونسحبها لتحت ماشي. هل ده هيكون مستجيب لاخفاء؟ تعالى نعمل كده هايد او فلتر او اي شيء. هايد طبعا 1 6 7 لم يستجب للاخفاء. تمام. طيب ايه نحل المشكله دي ازاي؟ كده احنا عرضنا المشكله اللي معانا. هنحل المشكله دي بداله رائعه، تعال نحذف ده كده، اسمها اجريجيت ماشي. هكتب يساوي، طبعا هكتبها في اول خليه فوق معايا، يساوي هي دي، ارجع تجميع في قائمه او قاعده بيانات. تعال نضغط على الاجريجيت كده، نستدعي الداله من هنا كده. اول ما فتحنا كتبنا الاسم بتاعها وفتحنا القوس، ادالنا طبعا دوال كتير في اجريجيت داخل الداله نفسها، من ضمنها كاونت ايه، دي اللي هستخدمها في العد في عمل المسلسل او التسلسل. تمام. كاونت ايه رقم 3، اول ما تضغط عليها كده هيكتب لي هنا 3. ننتقل الى الجزئيه اللي بعد كده بالفصل المنقوطه، فهيروح هنا يديني يعني المميزات دي او الاجزاء بتاعت الداله دي، الاتريبيوت دي. فهختار تجاهل الصفوف المخفيه اللي هي رقم 5، وممكن بالانجلش هتكون نفس الكلمه طبعا، اجنور هايد روز او حاجه زي كده يعني ماشي. فهختارها بدبل كليك او تكتب 5، يعني تضغط على دي دبل كليك او تكتب 5 كده، يبقى انا اخترتها. وبعدين الفصل المنقوط عشان انتقل بعد كده للاري. الاري بتاعنا ايه؟ بتاع الكاونت ايه، بيبدا من الخليه الاولى مع تثبيتها الى طبعا نقطتين فوق بعض، الى ايه، الى الخليه الاولى برضو ماشي. ولكن طبعا لازم الخليه الاولى تكون ثابته، يبقى هنا نروح للخليه الاولى دي اللي هي الاولى دي، حاليا نقفلها كده ونضغط F4 من روحه من لوحه المفاتيح بس كده. وفي اخر الخليه نقفل القوس بتاعنا، اخر المعادله اجريجيت 3 اللي هي كاونت ايه، 5 يعني تجاهل الصفوف المخفيه، والكاونت الاري بتاعي بيبدا من المسلسل، ولازم يكون فيه قيمه، ما ينفعش ان يكون فارغ، لان لو فارغ هيبدا لي من الصفر، انا عايز يبدا من 1 وبعد كده بينتهي ب A3، يعني هيدي لي من اول هنا لهنا. تعالى نضغط انتر ونشوف ايه النتيجه اللي معايا. 1 هتسحب المعادله دي، 1 2 3 4 5 6 7 هنخفي بعض الصفوف، وليكن دول كده مثلا هايد، ولاحظ ايه اللي هيحصل، اخفاء 1 2 3. لو اخفينا كمان رقم 2 ده هايد، لاحظ بقى 1 2.
طبعا دي المعلومة البسيطة اللي حاولت أشارك بها في الفيديو الحالي، يا رب تكون معلومة نافعة. شكرا لمشاهدتكم، انتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله، وإلى لقاء قريب. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.